المخلص لأتون انشغل فقط في فترة حكمه بتغيير ثوابت الحضارة المصرية القديمة، كانت لكل منطقة ليها مقدس بيحميها. ودعا للتوحيد وإن يكون مقدس واحد في الأفق، وأنشأ عاصمة جديدة سماها أخت أتون، يعني أتون في الأفق. العلامة اللي على شكل شمس بتشرق بين تلين تتنطق أخت ومعناها أفق، وبقت عاصمة مصر هي أخت أتون، يعني أتون في الأفق. وبسبب إهمال إخناتون لأمور البلاد السياسية انتشرت الفوضى والثورات في البلاد وضعفت الدولة وأصبحت مطمع من المعتدين، وجه الوقت إن أمون يكون راضي. إنك تصل إلى من يبغي عليك، والويل لمن يهاجمك، ومدينتك تبقى ولكن من يهاجمك يهوى، وشمس من لا يعرفك تغيب. يا آمون، من يعرفك يضيء، ومعبد من هاجمك في ظلمة. السود بتير.